أثر تذكاري للحبيبة تاج محل. هنا في أجرة في شمال الهند يوجد صرح تاج محل الذي ترتفع أبراجه في السماء، أنجز في العام 1654 واشتهر بجماله الذي يكاد يفوق جمال الجنة كما يقال. يتجسد الفن الهندسي الإسلامي في تاج محل، إن رصف الحجارة على نحو متماثل لبناء الأقواس الحجرية الجميلة يشكل عملاً هندسياً رائعاً، وقد اشترك أفضل المعماريين والفنانين في تشييد هذا الضريح ليكون موضع فخر الأمبراطورية المغولية. كان شاه جهان على رأس الأمبراطورية لمن خصص هذا الضريح. يوجد تابوت وسط الضريح، التابوت الحجري الذي ترقد فيه زوجته. زين تابوت الأمبراطورة باليشب والأحجار الكريمة، ويحميه سور من الرخام المنحوت بدقة في نقش مخرم. انعكس حب الأمبراطور لزوجته وعاطفته إزاءها في هذه الأعمال الرائعة. تمتد حديقة كبيرة أمام مجمع الضريح بنباتات وافرة وماء غزير، وهي تشكل بالنسبة لسكان الصحراء المسلمين رمزاً للجنة. وتزين الأشكال النجمية المرج الأخضر، كما نجد هذه الأشكال أيضاً في رصف المجازات. تعتبر النجوم رمزاً للجنة في الثقافة الإسلامية. لقد حاول الأمبراطور بنثره النجوم حول المجمع توجيه زوجته المحبوبة إلى الجنة. لقد شكل فقدان الأمبراطورة مصدر يأس شديد للشاه، ويقال إن لحيته ابيضت لفرط يأسه. وفي الأعوام الأخيرة من حياته حكم عليه ابنه الثالث بالإقامة الجبرية في القصر الموجود في الضفة الأخرى للبحيرة، فكانت ذكرى زوجته إذا ما نظر إلى الضريح تعزيته الوحيدة. وقد دفن بجانب زوجته في ممتاز محل في القرن السادس. تفككت الأمبراطورية المغولية واندثرت في القرن الثامن عشر، ولكن الأثر التذكاري المخصص لزوجته الحبيبة ما زال حياً في التراث العالمي.